لحضراتكم من جديد. يعني كنا بنجيب اسماء الناس اللي كسبوا معانا النهارده، الجماهير الاهلاويه الاصيل اللي كسبوا معانا النهارده. خلي الكابتن شريف بقى يسحب اسم دول اللي قالوا بقى النتيجه ولا اللي جابوا الاجوان. دول اللي قالوا النتيجه والاجوان. والاجوان 2-1 كذا وكذا، فلان وفلان. هات. اشكرك يا كابتن ميدو. اسم بس واحد. النتيجه دي زعلت ناس كتير قوي يا جماعه النهارده. اديني بقى، اديني لا اديني اديك بولة دي واخد دي. النتيجة دي يا اولاد زعلت ناس قوي منا، فلاسفة كتير و... كابتن انت واسامة بقى اختاروا حد. خلاص ده اتفضل. لا لا ماشي كابتن، اعرضها كابتن شريف. اللي كسب كريم حسن شحاتة. بجد؟ كريم شحاتة. كريم حسن شحاتة، انا قلت كريم حسن شحاتة. ده خلينا هنا ورينا كابتن. كريم شحاتة اهو. يا كريم انت عايز تيشيرت الاهلي ولا ايه؟ يلا. غريبة. اللي كسب التاني ابو احمد. لا احنا عايزين اسمين بس. اسمين بس. خلاص هو بقى خلاص التالت انا هديله تيشيرت. خلاص انا قلت مش لا لا بقى. طالما انا معلش يا شريف ده ياخد كمان. نقول ماشي ماشي. علي الشراوي. علي الشراوي من عندي انا. لا هاخد منك تيشيرتين كده. واحد بس. بص معانا الراعي الرسمي للتيشيرتات. كابتن شريف. خبير خبير. بس ده والنبي يا شريف علي الشراوي. علي الشراوي انا هديله التيشيرت بتاعه دلوقتي. معانا الراعي الرسمي. مبروك يا علي. علي الشرقاوي اهو. تعالى سمير. وانت عندك اتنين يعني بتوعك انت. تعالى تعالى. انا ثابت اهو اهو. علي الشرقاوي. التيشيرت علي الشرقاوي وابو احمد. تمام. كريم عايز الشحات. وكريم شحاته. ان شاء الله الزميل احمد رشاد من فريق الاعداد هيتواصل مع جمهورنا اللي فازوا بالتيشيرتات، وان شاء الله اسلمها لكم في اقرب وقت هطلع فيه بعد ما اخلي اللعيبه تمضي لكم عليها ان شاء الله. هخلي اكبر عدد كمان من اللعيبه يمضي لكم عليها ان شاء الله. نعمل كده كل استوديو من باب ان احنا نشارككم في كل حاجه باذن الله.